ومعنا من دير البلح وسط قطاع غزة الآن الصحفية خولة الخالدي. خولة، مساء الخير لك، نتابع معك الأوضاع. نعم، للأسف أن الأوضاع مستمرة كما هي عليه منذ ساعات الأمس بوتيرة مرتفعة للغاية نتيجة للاشتباكات الإسرائيلية الفصائلية في مناطق محافظة غزة بالتحديد في محيط مجمع الشفاء الطبي، هو الحدث الأبرز المتعلق بهذه الاشتباكات وبمحاصرة مجمع الشفاء الطبي بشكل واضح وصريح، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة عن محاصرة أكثر من 500 مريض وجريح ممن يتلقون الخدمة الطبية داخل أروقة مجمع الشفاء، بالإضافة إلى الطواقم الطبية وأعداد من العائلات الفلسطينية التي يصل مجموعهم داخل المجمع الشفاء الطبي لأكثر من 15,000 نسمة متواجدة حتى هذه اللحظة في أروقة المستشفى دون السماح لهم بمغادرة مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى عشرات الجثث والضحايا الموجودين في أروقة وباحات مجمع الشفاء الطبي وعلى بواباته أيضا نتيجة لاستهدافهم بشكل مباشر من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية والتي قامت على منعهم بالخروج من مجمع الشفاء الطبي نتيجة لهذا الاستهداف، بالإضافة إلى أنها منعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من التقدم من أجل عمليات إسعافهم أو إجلائهم من تلك المناطق. الآن عدد من هذه النداءات تتعلق بالمكرهة الصحية التي ممكن أن تنتشر مع الأيام القادمة نتيجة لهذه الجثث الملقاة في الشوارع بشكل واضح، أيضا للأبخرة وللدخان ولقنابل الفسفور التي استخدمتها إسرائيل في محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل واضح. الاشتباكات عنيفة للغاية في تلك المنطقة حتى هذه اللحظة لم تتوقف، هناك عائلات محاصرة حتى خارج مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع رئيسية لم يتمكنوا من مغادرة القطاع أو حتى من مغادرة أماكنهم نتيجة لكثافة النيران والغارات الإسرائيلية المستمرة على محافظة غزة. طيب خولة، بس بموضوع أصلا مجمع الشفاء الطبي، ما هي الإمكانيات التي كانت ما زالت موجودة داخله؟ نسأل عن الوقود، نسأل عن الكهرباء، نسأل على الأقل عن القدرة للكوادر الطبية على استمرار إعانة المرضى حتى ولو كانوا محاصرين. نعم، كان هناك إمكانية لأن يكون تشغيل للأقسام الأساسية المتعلقة بالعناية المكثفة وإجراء بعض العمليات الجراحية نتيجة لتقنين كميات الوقود المستخدمة داخل المشفى، ولكن الآن مع استمرارية فقدان كميات الوقود الموجودة والتي أنذرت بإغلاق كافة الأقسام بشكل واضح، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية التي قامت على أضرار كبيرة في كافة أقسام مجمع الشفاء الطبي، هناك توقف كامل لكافة هذه الأقسام. لدينا قسم غسيل الكلى ومخازن اهتم حرقه بشكل كامل نتيجة لقنابل الفسفور، بالإضافة إلى عدد من الأضرار التي لحقت بأقسام متعددة أبرزها أقسام الولادة التابعة لمجمع الشفاء الطبي، أضرار أخرى في كافة الأقسام وبنك الدم بالإضافة إلى المختبرات. لذلك كافة المصابين الآن متواجدين في أقسام الاستقبال، حتى المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى عناية مكثفة ورعاية مكثفة الآن هم موجودون في قسم الاستقبال، بالتالي العملية التي تقدم كخدمات طبية هي ضعيفة للغاية. اليوم كان من الملاحظ في المناطق الجنوبية محافظة خان يونس عدد من الغارات بالإضافة إلى محافظة رفح، هذه الغارات أيضا لحقها عدد من المنشورات التي أطلقتها إسرائيل في منطقة مستشفى ناصر ومنطقة خان يونس بالتحديد، دعت فيها المواطنين للإبلاغ عن أي معلومة قد تفيد بموضوع الأسرى المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، وذلك للحفاظ على سلامة وأمان المواطن الفلسطيني. هذه المنشورات الآن تنتشر في قطاع غزة بشكل واضح، ويبدو أن إسرائيل تهدف في هذه النقطة إلى الوصول إلى أي معلومة قد تدل على وضع أو وجود أو أماكن الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة. لذلك العملية العسكرية كلها مبنية على هذا الأساس وبشكل واضح، وكل هذه عمليات التوغل البري هي في هذا الإطار، تحاول إسرائيل أن تفرج عن هؤلاء الأسرى دون الوصول إلى صفقة تبادل فعلية. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من دير البلح وسط قطاع غزة، كانت معنا الصحفية خولة الخالدي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.